كيف حالكم يا شباب؟ أي استفسار قبل ما نبدأ؟ يحييك جميعا. خير والله، الحمد لله. طيب نستكمل مع بعض الجزء اللي بدأناه. هنبدأ النهارده في الجزء الخاص ب تقييم الأداء وتحليل الانحرافات. في المحاضرة المرئية، أهلا بكم جميعا. المحاضرة المرئية رقم 26 بيتكلم فيها عن التكلفة المعيارية وتحليل الانحرافات. كنا اتكلمنا في البداية إن التكلفة المعيارية هي ما يجب أن تكون عليه التكاليف. اللي هي التكاليف اللي بيقول عليها التكاليف المتوقعة، التكاليف اللي المفروض تحدث في ظل الظروف الجيده او الايه الظروف المثاليه للانتاج. فنقول دي التكلفه المتوقعه بناء على دراسه، بناء على تحليل، بناء على اداء عماله معينه. وقارن التكلفه المعياريه مع التكلفه التي حدثت فعلا، والفرق ما بين المعياري والكامل بيكون عندي انحراف. يبقى بالتالي لازم اراقب التكلفه واقارن التكلفه المخططه او التكلفه المعياريه، اقارنها مع الفعلي. يعني مثلا لو انا كنت متوقع ان تكلفه المواد الخام المفروض تبقى 10,000 ريال، في اخر العام وجدتها فعليا 12,000، يبقى انا صرفت اكبر مما يجب على المواد الخام. يبقى ده انحراف، بنقول عليه انحراف بالزياده. يبقى ده انحراف سالب، لان تكاليف المواد الخام زادت الفعلي عن المتوقع او المعيار. والعكس صحيح. لو انا كنت مقدر ان تكلفه المواد الخام 10 واخر العام وجدت ان انتجت نفس مستوى الانتاج لكن تكلفه المواد الخام 9، يبقى ده الانحراف بنقول عليه انحراف بالموجب. يعني انحراف جيد، انحراف ملائم، تمام. يبقى معناها ان انا وفرت في التكاليف. التكاليف اللي هنبدا نشتغل عليها هي التكاليف الخاصه او عناصر التكاليف الثلاثه، اللي هي المواد الخام والاجور والتكاليف الصناعيه الغير مباشره. يبقى انا عايز احلل انحرافات المواد، واحلل انحرافات الاجور، وكمان احلل انحرافات التكاليف الصناعيه الغير مباشره. طيب الانحرافات الخاصه بالمواد، الانحرافات الخاصه بالمواد، انا ممكن احلل الانحراف الخاص بالمواد الى 4 انواع من تحليل الانحرافات، الى 4 انواع من تحليل الانحرافات. في حاجه اسمها تحليل ثنائي، وتحليل ثلاثي، وتحليل رباعي. دول هم الاربع انحرافات. فالتحليل الثنائي في انحرافين، والثلاثي بيزود انحراف، والرباعي بيزود انحراف. يبقى كان عندي 4 انحرافات. في حاجه اسمها انحراف سعر. انحراف سعر ده بيجي نتيجه اختلاف السعر الفعلي للمواد عن السعر المعياري. وفي حاجه اسمها انحراف كميه، ده بيجي نتيجه اختلاف الكميه الفعليه للمواد عن الكميه المعياريه. والانحراف المشترك او المختلط اللي هو انحراف سعر وكميه في نفس الوقت. يعني السعر اختلف وكمان الكمية اللي المفروض استخدمها اختلفت. طب انحراف رابع اسمه انحراف المزج. كلمة مزج يعني مثلا أنا عندي منتج سي بياخد 5 كيلو من المادة ألف و3 كيلو من المادة باء. لا ده هو خد 6 كيلو من ألف و4 كيلو من باء، يعني التشكيلة أو المزج اختلفت الخاصة بإنتاج منتج معين، ده بيقولوا عليها انحراف مزج. العملي اللي هنركز عليه هو الثنائي فقط، اللي هو انحراف السعر وانحراف الكميه. لكن كنظري
لازم اكون عارف ان في اربع انحرافات. طيب نقدر نلخص الكلام ده؟ نعم، في حاجه اسمها التحليل الثنائي اللي انا قلت لكم عليه ده اللي هنشتغل عليه. ها، عملي تحليل ثنائي. فالتحليل الثنائي عباره عن تحليل انحرافات المواد الى انحراف سهل وانحراف كميه، انحراف سهل وانحراف كميه. طيب التحليل الثلاثي بيبقى انحراف سهل وانحراف كميه وانحراف مشترك، انحراف سهل وانحراف كميه وانحراف مشترك. التحليل الرباعي بيبقى انحراف سهل وانحراف كميه وانحراف مشترك. ما نستعجلش الله يكرمك، بس ما نستعجلش، ما نستعجلش. انحراف سهل وانحراف كميه وانحراف مشترك وانحراف مزج. اتفقنا، قلنا العملي هو انحراف السهل والكميه فقط. يبقى انا الاول احدد الانحراف الاجمالي واقسمه الى انحرافين، انحراف سهل وانحراف كميه، انحراف سهل وانحراف كميه. تمام. طيب ازاي احول الحاجه دي لمعادلات؟ يعني اجمالي الانحراف يتحسب ازاي، وانحراف السعر ينحسب ازاي، وانحراف الكميه يتحسب ازاي؟ فالانحراف الاجمالي للمواد عباره عن تكلفه فعليه بصفه عامه ناقص تكلفه معياريه. خدوها قاعده عامه، الانحراف الاجمالي دايما عبارة عن الفعل هو اللي يجي الأول ناقص المعياري. اللي عندها سؤال اسألي وأنا بنشتغل. الانحراف الإجمالي للمواد عبارة عن التكلفة الفعلية ناقص التكلفة المعيارية. طيب لو النتيجة بتاع المعادلة ديت موجبة، لو النتيجة موجبة يعني معناها إن التكلفة الفعلية أكبر من التكلفة المعيارية، فده انحراف غير ملائم. لو النتيجة سالب يبقى التكلفة المعيارية هي اللي أكبر من التكلفة الفعلية، أو بمعنى آخر التكلفة الفعلية جت أقل من المعياري، فده انحراف جيد. مش عارف يعني فين السؤال يا أخت عهود؟ كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن توزيع التكاليف وتخصيص التكاليف وخلصناها، وبنتكلم النهارده على تحليل الانحرافات. مش عارف فين السؤال بتاعك. تاني بقول الانحراف الإجمالي عبارة عن التكلفة الفعلية ناقص التكلفة المعيارية. لو النتيجة موجبة يعني التكلفة الفعلية أكبر من التكلفة المعيارية، فالانحراف ده غير ملائم. انا مش عارف اللي عايز يفتح الشات ولا اللي عايز يفتح الشات. افتح الشات ليه؟ ما الاسئله بتاعتكم بتظهر قدامي. ايه اللي هيفرق معاكم اسئلتكم انتوا بينكم من بعض؟ المعياري نعم اللي تم تقديرها، والفعلي الفعلي. أنا مش عارف يعني أنا صفحة المحاضرة قدامنا أهي، المحاضرة رقم 27، التفريغ معاك ودور على المحاضرة رقم 27. يبقى الانحراف بتاع التكاليف، الانحراف الإجمالي، ركزوا معايا الله يخليكم بقى، الانحراف الإجمالي
الانحراف الاجمالي عباره عن تكلفه فعليه ناقص تكلفه معياريه. لو النتيجه موجبه يعني الفعلي اكبر من المعياري فده انحراف غير ملائم. لو سالبه لو موجب يبقى انحراف غير ملائم، لو سالب يبقى انحراف ملائم. الانحراف الاجمالي ده بقسمه لانحرافين، حاجه اسمها انحراف سعر وحاجه اسمها انحراف كميه. انحراف السعر عباره عن التغير في السعر ضرب الكميه الفعليه. بجيب التغير في السعر ازاي؟ السعر الفعلي مطروح منه السعر المعياري ضرب الكميه الفعليه. يبقى انحراف السعر بيساوي السعر الفعلي مطروح منه السعر المعياري مضروب في الكمية الفعلية. طب انحراف الكمية هيبقى عبارة عن التغير في الكمية ضرب السعر المعياري. التغير في الكمية اجيبها ازاي؟ الكمية الفعلية مطروح منها الكمية المعيارية مضروبة في السعر المعياري. كمية فعلية مطروح منها كمية معيارية مضروبة في سعر معياري. يبقى في عندي ثلاث معادلات مهمين جدا اجيبهم. هو الانحراف الاجمالي عبارة عن الفعلي ناقص المعياري. الانحراف الاجمالي للمواد عبارة عن انحراف سعر وانحراف كمية. انحراف سعر وانحراف كمية. انحراف سعر وانحراف كمية. الكمية هي الحجم، مفيش أي مشكلة في أي حاجة. إيه اللي قال حد قال حاجة كده؟ كمية عبارة عن الحجم. يبقى الانحراف الإجمالي للمواد عبارة عن الانحراف الإجمالي تكلفة فعلية مطروح منها تكلفة معيارية. انحراف السعر سعر فعلي مطروح منه سعر معياري ضرب كمية فعلية. طب انحراف الكمية كمية فعلية كمية فعلية ناقص كمية معيارية مضروبة في سعر معياري. بالنسبة لانحرافات العمل، انحرافات الأجور أو انحراف العمل عبارة عن إيه انحراف العمل؟ ده يرجع إلى إن تكلفة الأجور الفعلية تختلف عن تكلفة الأجور المعيارية. أولاً هاجي أحفظكم الحروف ولا المعادلة؟ أنتوا المهم تطبقوها، تحفظوها حروف، تحفظوها معادلة. المهم تطبق المعادلة ازاي؟ هو انا هاجي اقول لكم سمعوا المعادلة عبارة عن ايه؟ هقول لكم انحراف السعر بيساوي ايه؟ حفظتوها انت بقى معادلة، حفظتها حروف، احفظوها زي ما انتم عايزين. ركزوا معايا الله يكرمكم ونفهم الحاجة اللي بنقولها ايه الأول. انحرافات العمل يبقى دي عبارة عن الفرق ما بين الأجر الفعلي مع الأجر المعياري. طب انحراف الأجور ده عبارة عن أربع انحرافات. انحراف معدل عبارة عن معدل فعلي، يعني احنا كلمة معدل يعني معدل الأجر. المعدل معناه معدل الأجر. يبقى انحراف المعدل عبارة عن المعدل الفعلي مطروح منه المعدل المعياري مضروب في ساعات العمل الفعلية. انحراف الزمن أو يقولوا عليه انحراف الكفاءة عبارة عن ساعات فعلية ناقص ساعات معيارية مضروبة في معدل معياري، وبرضه الاثنين دول اللي مسؤولين عنهم في الأجور.
يبقى انحراف في الأجور انحراف معدل، وانحراف زمن أو كفاءة. طب الانحراف المشترك أعرفه فقط كمعنى، مش هجيب لكم حتى المعادلة دي. انحراف مشترك عبارة عن المشترك يعني معناها الاثنين مع بعض، معدل وكفاءة. فمعدل فعلي ناقص معياري ضرب ساعات فعلية ناقص معياري. وانحراف المزج عبارة عن نسبة المزج الفعلية، عبارة عن ساعات فعلية مطروح منها ساعات معيارية مضروبة في معدل أجر معيار ناقص معدل أو متوسط معدل لأجر المعيار. اللي هيجي لي كعملي إيه؟ واحد واثنين. واحد واثنين. أعرف ثلاثة وأربعة عبارة عن معناهم فقط. يعني حتى معادلات ثلاثة وأربعة مش المفروض تحفظوها. نعم، أول اثنين. حالة عملية بقى نركز فيها على انحرافات المواد وانحرافات الأجور. على انحرافات المواد وانحرافات الأجور، ركزوا لو سمحتوا بقى كده معايا. بيقول لي هنا البيانات التالية مستخرجة من سجلات إحدى الشركات الصناعية. مديني بيانات عن المواد وبيانات عن الأجور. مديني بيانات عن المواد وبيانات عن الأجور. المواد بيقول لي إذا علمت أن احتياجات الوحدة معياريًا 4 كيلو من المواد الأولية. يبقى دي ال 4 كيلو ديت معناها المعيار اللي أنا مقدرها. السعر المعياري 3 ريال للكيلو. يعني أنا كنت متوقع، كنت مقدر ان انا كل وحده تحتاج مني 4 كيلو، وكل كيلو هشتريه ب 3 ريال. طب في اخر السنه الوحدات المنتجه استخدمت مواد ب 30,000 ريال، يبقى دي تكلفه المواد الفعليه. طيب المعدل قد ايه؟ بمعدل 5 كيلو لكل وحده. 5 كيلو لكل وحدة. المعدل اللي كان اللي انا كنت متوقعه 4 كيلو لكل وحدة. الفعلي 5 كيلو لكل وحدة. طيب البيانات الخاصة بالأجور. قال لي كل وحدة محتاجة معياريا 3 ساعات عمل مباشر. والأجر المعياري 5 ريال في الساعة، يعني أنا كنت متوقع إن كل وحدة هتحتاج مني 3 ساعات وقت، وكل ساعة المفروض يندفع عليها 5 ريال للساعة. ومديني برضه الأجر الفعلي 44,000. الأجر الفعلي 44,000. والمعدل الفعلي للأجر 4 ريال في الساعة. كان المعدل المعياري كام؟ 5 ريال في الساعة. كم وحدة أنتجتها فعليا؟ قال لي عدد الوحدات المنتجة فعليا 3000 وحدة. عدد الوحدات المنتجة فعليا 3000 وحدة. المطلوب تحليل الانحرافات للمواد والأجور ثنائي. طبعا ممكن يجي لي سؤال زي ده، بس مش المطلوب يكون كده. هقول لكم من البيانات اللي هي السابقه، فان انحراف السعر للمواد بيساوي كام؟ انحراف كميه بيساوي كام؟ انحراف المعدل، انحراف الكفاءه والزمن، الانحراف الاجمالي. تعالوا بقى كده ناخد البيانات ديت ونبدا نشتغل. اول حاجه اهو تحليل انحرافات المواد مباشر. واحنا اتفقنا قلنا إن الانحراف الإجمالي بيساوي إيه؟ قلنا المواد المباشرة الفعلية ناقص المواد المباشرة المعيارية. طبعًا لازم أحدد هو مواد ولا أجور، يعني لو قلت لكم انحراف زمن، هو في انحراف زمن في المواد؟ انحراف كفاءة، في انحراف كفاءة في المواد؟ في انحراف معدل في المواد؟ في أربع انحرافات كل واحد ليه اسمه مستقل. انحراف سعر
انحراف كمية، انحراف معدل، انحراف كفاءة. معروف السعر والكمية مع المواد، والمعدل والكفاءة مع الأجور. الانحراف الإجمالي عبارة عن تكلفة المواد المباشرة الفعلية ناقص تكلفة المواد المباشرة المعيارية. طب ما الفعلي هو مديني 30,000، طب المعيار اجيبه ازاي؟ قال لي مش المعياري، احنا كنا مقدرين كل وحده محتاجه 4 كيلو، والكيلو كان ب 3 ريال، وانا انتجت 3000 وحده، يبقى كانوا المفروض محتاجين كام؟ 3000 في 4 في 3 اللي هي 3000 بالانتاج الفعلي، وانا كنت مقدر لكل واحده 4 كيلو، وكل كيلو كان المفروض اشتريه ب 3، يبقى المعيار 3000 في 4 في 3 يبقى هنا 36,000. 36,000. طيب الفعل 30 والمعيار 36، يعني 30 ناقص 36 هيساوي سالب 6000. معنى كده ان الفعل جه اقل من المعيار، معناها ده انحراف ملائم، معناها انحراف ملائم، لانه طلع بالسالب يبقى انحراف ملائم. تمام. الانحراف ده انحراف الاجمالي بيتقسم لانحرافين، انحراف كميه وانحراف سعر. انحراف كمية وانحراف سعر. طب انحراف الكمية بيساوي ايه؟ يا جماعة يا الله يكرمك، انا مش عايز ايه، كل واحد بيعلق تعليق، انا بضطر ان انا اقرا تعليق كل واحد بفتكر السؤال. 30,000 ناقص 36 يبقى سالب 6,000، طلع بالسالب لأن التكلفة الفعلية جت أقل من المعياري، أنا كنت متوقع التكلفة 36، لا جت 30 بس، يعني جت أقل من اللي أنا كنت مقدره، يبقى انحراف ملائم. لو موجب يبقى انحراف غير ملائم. هل أنا قلت السالب انحراف غير ملائم؟ السالب انحراف ملائم. الموجب هو الانحراف غير ملائم. طب الانحراف ده بيتقسم لانحرافين، انحراف كميه وانحراف سعر. انحراف الكميه، كميه فعليه ناقص كميه معياريه ضرب سعر معياري. طب ما السعر المعياري معروف اللي هو 3، فين يا اخت بشرى بتقول المعياري طلع 300، فين ال 300 دي؟ ال 3000 دي الانتاج الفعلي ضرب 4 ده المعدل المعياري لكل وحده، 3 الكيلو المعياري لكل وحده كل ما دخل، يبقى 3000 وحدة، كل وحدة بتشتغل 4 كيلو، الكيلو ب 3. انحراف الكمية بيساوي كمية فعلية مطروح منها كمية معيارية ضرب سعر معياري. الكمية الفعلية مش أنا أنتجت 3000 وحدة، وكل وحدة قال لي خدت الوحدة خدت 5 كيلو لكل وحدة، يبقى الكمية الفعلية 3000 في 5 في 15,000 كيلو. يبقى الكمية الفعلية طلعت 15,000 كيلو. طب سعر الكيلو كام؟ سعر الكيلو عبارة عن التكلفة الفعلية على الكمية الفعلية. مش هو هنا قايل لي
التكلفة الفعلية للمواد 30,000 ريال، وهم التكلفة الفعلية 30,000، وأنا فعلا استخدمت 15,000 كيلو، يبقى الكيلو واقف عليا بريالين. يبقى أنا جبت الكمية الفعلية تاني إزاي؟ عدد الوحدات المنتجة فعلا في الكمية الخاصة بكل وحدة اللي هي الخمسة كيلو، يبقى 15,000 كيلو. طيب الكمية دي كلها طلعت عندي تكلفتها 30,000، يبقى الكيلو بكام؟ 30 على ال 15 2 ريال. تعالوا بقى نشوف بقى انحراف الكمية. انحراف الكمية بيساوي كمية فعلية 15,000 ناقص كمية معيارية، مش احنا مطلعينها قبل كده؟ عندي 3,000 وحدة، كل وحدة محتاجة 4 كيلو، يبقى 12,000. يبقى 15 ناقص 12 يبقى 3,000 موجب، ضرب 3 يبقى 9,000 بالموجب. طالما طلع موجب يبقى انحراف غير ملائم. طب انحراف السعر، سعر فعلي مطروح منه سعر معياري مضروب في الكمية الفعلية، سعر فعلي مضروب مطروح منه سعر معياري مضروب في الكمية الفعلية. طب ما هو السعر الفعلي مديهولي ريالين والمعياري 3، ادي السعر الفعلي اهو الريالين والمعياري 3، يبقى 2 ناقص 3 ضرب الفعلي 15,000 كيلو. طالما طلع بالسالب يبقى انحراف ملائم. لو جمعت انحراف الكمية وانحراف السعر لازم يساوي سالب 6,000. طب خدوا بالكم كده بقى معايا، انحراف الكمية موجب 9 وانحراف السعر سالب 15، لما اجمع سالب 15 على موجب 9 يبقى النتيجة سالب 6. تمام، انحراف الكمية عبارة عن كمية فعلية 15,000، تمام، ناقص كمية معيارية 12,000 ضرب السعر معياري يساوي موجب 9,000، يبقى انحراف غير ملائم. انحراف السعر، سعر فعلي مطروح منه سعر معياري مضروب في الكمية الفعلية، يطلع سالب 15. سالب 15 سالب 15 وموجب 9 يبقى سالب 6، اللي هو صافي الانحراف اللي هو نفسه الانحراف الإجمالي. طيب بالنسبة للأجور، بالنسبة لانحرافات الأجور برضه نفس الكلام، الإجمالي انحراف الأجر الإجمالي عبارة عن الأجر الفعلي الإجمالي. برضه اللي بتسأل ازاي جت الكميه الفعليه؟ والله يا جماعه احنا حاسبينها ادي مكتوبه كميه المواد الفعليه 5 كيلو لكل وحده في 3,000 وحده انتجتها، يبقى 15,000. ركزوا معايا الله يكرمكم. انحراف الاجور، انحراف الأجور عبارة عن الأجر الفعلي ناقص الأجر المعياري. طيب الأجر الفعلي 44,000 ريال، طب والمعياري كام؟ هتقول 44 ده 80 موافق. المعياري عبارة عن إيه؟ أنا أنتجت 3,000 وحدة، كل وحدة كان المفروض تاخد 3 ساعات، يبقى 3,000 في 3 ب 9,000 ساعة، ساعة معياريا بخمسة يبقى 9,000 في خمسة ب 45,000. يبقى الانحراف الإجمالي 44 ناقص 45 يساوي سالب 1000. طالما طلع بالسالب يبقى انحراف إيه تاني؟ ملائم على طول. ليه؟ لأن الفعلي جه أقل. طب الانحراف الإجمالي ده بتاع الأجور بيتقسم لانحرافين،
انحراف زمن او كفاءة وانحراف معدل. طب انحراف الزمن بيجي ازاي؟ مجرد ان انا اكتب المعادلة الاقي التعويض مباشر فيه. انحراف الزمن ساعات فعلية مطروح منها ساعات معيارية ضرب المعدل المعياري. بجيب الكلام ده منين؟ ابقى اجيب الكلام ده من الحركة دي بيانات الاجور اهي. ادي الفعل اهوت، وادي المعدل المعياري، وادي المعدل الفعلي. بيانات معطاه كلها. انحراف الزمن ساعات فعليه ناقص ساعات معياريه مضروبه في معدل الاجر المعياري. طيب معدل الساعات الفعليه والمعياريه والمعدل المعياري، المعدل المعياري معروف. طب الاجر المعياري احسبه ازاي؟ هو انا انتجت كام وحده؟ انتجت 3000 وحده، وكان كل وحده المفروض تاخد مني كام ساعه؟ 3 ساعات. والمفروض الساعه بتكلفني كام؟ 5 ريال. طيب واحده واحده كده مع بعض بقى. الساعات الفعليه هيبقى الاجر الفعلي على المعدل الفعلي. لما يقول لي انا دفعت للعماله 44000 ريال، ده الاجر الفعلي. والمعدل الفعلي 4 ريال في كل ساعة، يبقى ال 44 دول يعادلوا أجر عن كام ساعة فعلية؟ 44 تقسيم 4 11000. يبقى انحراف الزمن عبارة عن 11000 ساعة فعلي، المعياري 3000 في 3، 3000 وحدة، 3 ساعات لكل وحدة دي 9، يبقى 11 ناقص 9 ضرب المعدل المعياري 5، هلاقي هنا النتيجه هيبقى كام؟ موجب 10000. طالما طلع بالموجب يبقى ده انحراف غير ملائم. طالما طلع بالموجب يبقى ده انحراف غير ملائم. انحراف الزمن خلاص طلع غير ملائم 10000. طب انحراف المعدل، معدل فعلي مطروح منه معدل الاجر المعياري مضروب في الساعات الفعليه. معدل اجر فعلي مطروح منه معدل اجر معياري مضروب في ساعات الفعليه. معدل الاجر الفعلي موجود عندي 4، والمعياري ايضا موجود 5، يبقى 4 ناقص 5 في الساعات الفعليه اللي احنا طلعناها مع بعض اللي هي 11000 ساعه، يطلع سالب 11000. طالما طلع بالسالب يبقى انحراف ملائم. طيب يبقى كده اجمالي الانحراف ايه؟ انحراف الزمن زائد انحراف المعدل 11 بالسالب و10 بالموجب يبقى بيساوي سالب 1000، اللي هو نفس الانحراف الاجمالي. سالب 1000 اللي هو نفس الانحراف الاجمالي. يبقى انا كده خدت تحليل انحرافات المواد وتحليل انحرافات الاجور. اكيد طبعا لازم اكون عارف اللي هي المعادله عباره عن ايه عشان تطبيق مباشر على المعادله على طول. المحاضره رقم 29 الجزء الخاص بالتكاليف الاضافيه، تحليل انحرافات التكلفة الإضافية، ده بالنسبة لي هيبقى أعرفه نظري فقط. التكاليف الإضافية بيكون عندي حاجة اسمها موازنة ثابتة وحاجة اسمها موازنة مرنة. الموازنة الثابتة، الموازنة الثابتة عبارة عن تقدير للتكاليف لمستوى واحد فقط من النشاط. أما الموازنة المرنة تقدير التكاليف لعدد من مستويات النشاط. يعني اقدر التكلفه عند 500 وحده وعند 600 وعند 700 وعند 800، يعني عند عدد من المستويات دي بنقول عليها موازنه مرنه. لكن مستوى واحد دي اسمها موازنه ثابته. تحليل انحرافات التكاليف، تحليل انحرافات التكاليف، قبل ما اعرف تحليل انحرافات التكاليف في فرق ما بين حاجه اسمها الكفاءه وحاجه اسمها الفعاليه. الفعالية هي مدى تحقيق القسم لأهدافه. الفعالية
هي مدى تحقيق القسم لأهدافه. أما الكفاءة هي علاقة ما بين مدخلات ومخرجات. يبقى الكفاءة هي علاقة ما بين مدخلات ومخرجات. أما الفعالية مدى تحقيق الأهداف. دول الكلمتين عايز تعرفهم عن الكفاءة والفعالية. المحاضرة الأخيرة بيتكلم على تحليل انحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة. تحليل انحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة. التكاليف الصناعية غير المباشرة قد تكون متغيرة وقد تكون ثابتة. أعرفهم نظري فقط، مفيش عملي عليها. انحراف التكاليف الصناعية الغير مباشرة المتغيرة بنقسمها إلى انحراف إنفاق أو معدل وانحراف كفاءة. انحراف إنفاق معناها إيه؟ معناها اختلاف معدل تحميل التكاليف الإضافية المتغيرة الفعلي عن التقدير. وانحراف الكفاءة عبارة عن اختلاف مقدار مستوى النشاط الفعلي عن مستوى النشاط المعيشي. طب التكاليف الإضافية الثابتة انحرافاتها عبارة عن إيه؟ عبارة عن انحراف موازنة أو إنفاق، هو الفرق بين التكاليف الإضافية الثابتة الفعلية والثابتة المخططة حسب الموازنة الثابتة. انحراف طاقة، الفرق بين التكاليف الإضافية الثابتة اللي أنا عملتها على أساس معياري وعلى أساس فعلي. أعرف الصفحة دي نظري فقط. هتلاقوا عندكم عليها تطبيقات، ماليش دخل انا بالتطبيقات. ده اللي احنا عايزينه في المقرر بتاعنا. يبقى اللي احنا خدناه في اللقاءات لحد النهارده هو ده المقرر بتاعنا. اسمع بقى اللقاءات ديت مره واثنين وثلاثه واربعه. وباذن الله باذن الله هحدكم اللي في عندنا لقاء خاص بالمراجعه. غالبا هيكون السبت القادم حالات على كل المقرر باذن الله. ولو حد عنده مشكله في اي سؤال يا ريت يسالنا عن الحاجه اللي هو عارفها. تمام، جزاكم الله خير جميعا. نشوفكم على خير باذن الله في اللقاء القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.